ازيك يا داليا؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله نبتدي مع بعض كورس الرسم على الحرير باذن الله. انا هشرح لك دلوقتي الرسم تمام، وانت اي سؤال عايز تساليه اساليه. طيب. دي لوحه مرسومه بنفس الخامات اللي معانا دلوقتي. اللوحه دي بتترسم ليها تكنيك في الرسم هعلمهولك دلوقتي، بحيث ان ايه اللون ما يسحش. تمام. يعني في طريقه رسم ان اللون بيدخل في بعضه ويسيح، ولون تاني ان هو مجرد ما تحطي لون بيثبت. فدي ده طريقه رسم. انت كنت بتسالي على حاجه بقى، الغوامق دي اتعملت ازاي بالظبط؟ واللون البيج ده ازاي؟ اللون البيج ده بواقي الالوان. فهي لما بتيجي يعني الميه بتاعتها بتبقى مش نظيفه. فاحنا بنقوم عاملين غوامق وفواتح بحيث ان احنا بنلون اللوحه كلها باللون اللي احنا يمشي مع عفشنا. تمام. دي رسمه. وقلتي لي برضه احنا بنرسم الاول الرسمه وبعدين نعمل الغوامق دي. لازم نرسم الاول وبعدين نغمق. تمام. وبعدين بنبتدي الرسمه دايما من فوق لتحت عشان ايدينا ما توسخش بقيه الرسمه، حتى واحنا بنشفها بالرصاص الاول بنبتدي من فوق وبعدين ننزل تحت. طب وفي حاله لو في الوان دخلت على بعض بنصلحها. ما هي دي بقى الميزه هنا، ان انت تقدري تصلحي وتغطي، لان ده بيبقى زي الرسم بالجواش او الزيت. دلوقتي احنا لزقنا القماش على الشاسيه، وداليا هنا بتبتدي تشف الرسمه. حاسه بايه ده؟ والله الموضوع ممتع جدا، لان الرسمه حلوه وبالتالي بتتخيلي لما كمان مع الالوان اكيد حاجه شكلها احلى بكتير ان شاء الله. احنا دلوقتي طبعا يا داليا ايه، لما بنيجي نعمل لوحه لازم بنتخيل ان في ضوء وظل، يعني في الشمس جايه لنا من حته. تمام. عشان لما نيجي نلون يبقى دايما ان احنا مثلا ايه، يعني لو احنا من اليمين هنلون من فوق ان الشمس جايه لنا من ناحيه ايه؟ أيوة. الشمال. تمام. أيوة. فدايما ناحيه الشمال هتبقى منوره. ايوه. وناحيه اليمين هتبقى هي ايه اللي فيها بعض الظلام، وهي اللي هترمي الظل، وهي اللي هيبقى فيها الغامق قوي. تمام. فوق هيبقى فاتح وتحت هيبقى غامق. كل ما ننزل لتحت هيبقى كل ده هقوله لك في التلوين عشان الظلال. ان شاء الله هتبقى لوحه حلوه وهتعجبك باذن الله. اول حاجه هنعملها ان احنا نحدد الاضاءه جايه لنا منين. تمام. احنا دلوقتي هنخلي الاضاءه كلها جايه لنا من ناحيه فوق. من ناحيه الشمال. اوكي. فهنشتغل بالالوان الفواتح بتاعتنا. افتح درجه خلاص، اشتغل بميه كده. ماشي. نخلي بالنا ان احنا بنشتغل من ايه، من الطرف كده اهو، نبتدي ايه نلون بالطريقه دي. ماشي. اوكي. لوننا هنا. احنا عايزين ايه الالوان بتاعتنا هتبقى اصفر، ودايما الاصفر بيبقى فيه درجه من درجات الاورنج. خلاص. تمام. هننزل هنا اللون بتاعنا كده، ونحط نقطتين ميه اهو. احنا طبعا بنشتغل ايه بخف، يعني بتبقى ميه خفيفه، لون خفيف خالص. تمام. عشان نقدر ممكن نشتغل عليه برده فوقيه بال ضي او كده. تمام. هنا الخط ده نعمله كده اهو، نحاول على قد ما نقدر ما نخشش على الخط التاني. خلاص. وبعد كده احنا بعد ما نخلص هنضرب اضاءات بيضاء. هنعمل اضاءات اضاءة بيضاء كده. ايه غمقنا هنا. اوكي. تمام. هنغمق اكتر وبعدين نشتغل بسرعة واللون ما نشفش عشان يسيح على بعض. تمام. يعني بدأنا باللون الفاتح وبعدين اول حاجة نشتغل بيها الفاتح ونروح نضيف عليه الغامق. تمام. تمام. برضو نزود ايه، نشتغل بمية لون يا دوب اللون يبقى ايه انت متحكمه فيه. طبعا اللي انا عملته ده غلط. ليه بقى؟ ان ما ينفعش نحط باليتها على الرسمه. طبعا على الرسمه، لان ممكن انها تقع مننا. فاحنا ايه افضل حاجه ان هي تبقى الرسمه تبقى اللون ناحيه اليمين كده عشان ايه نحط ونخرج. اوكي. تمام. كده هناخد من هنا كده اهو، بنحدد بقى. بنحدد ايه، مش بنحدد، بنغمق ان ده طالع فوق ده. تمام. قلنا الاضاءه كلها جايه لنا. أيوة كده. صح. فعشان ندي ضي كده، ندي بعد 3D. صح. فلازم يبقى في حاجات غامقه وحاجات فاتحه. تمام. ظلال كده.
خلاص لوننا هنسيح بمية. تمام، حلوة دي. ماشي، عشان يبانوا خلاص حتة واحدة. كده ايه؟ حلو، عملنا ده. تمام خلاص. عملنا الحتة دي، مش هنشتغل في اللي بعديها عشان اللون ما يسيحش على بعض. أيوة. هنسيب، هنشتغل في اللي بعديها. تمام، يعني دايما نعمل حركة دي، ما نحط نعملش حتتين لازقين في بعض، لا ندخلهمش مع بعض. وفرق التوقيت قد ايه؟ وقت بتاخد دقيقتين ثلاثة عقبال ما الحتة اللي عملناها تشتغل؟ بتحسي يعني من الإضاءة كده بتحسي انها نشفت خلاص. اوكي، يعني دقايق قصدي.